في نوع من بعض نساء برج الجوزاء تعرف شنو تلبس بس احيانا يخونها التعبير بالذوق، واللي حبه برج الجوزاء يستعين احيانا برأي الخبراء مثل نساء برج القوس. هذه برضه بعيد، هذه مفروض ما تتصور بها، وهكذا تتصور بها على الارض تزحف، لان بعيد ما ادري لقيت صوت. اوكي، اذا احنا بارت شو، احنا ارت جاليري، يا فهد بوتيك شو، ما عندي مانع تلبس كذي، بس تروحين الاوسكار كذي وبعدين الشوز. السلام عليكم جميعا، صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد توقيته. الساعه الحين 1:55 دقيقة، تاريخ 1/3/2020. طبعا 1/3/3 الحلقة اللي طافت 13، هالمرة عكس 1/3. أبي أرحب فيكم بحلقة جديدة من ذا بلاك روب، الروب الأسود. طبعا الحين الساعة 1 منتصف الليل، استمتع أنا بالتسجيل بالليل. إنزين، الحلقة هذه إن شاء الله بتكون حلقة ردود سريعة على الحلقة السابقة، وأيضا تكملة الحلقة ما قبل السابقة واللي هي عن الجوائز الأوسكار، واللي أذكر وأقول إن هي برعاية مجلة زفاف ماجازين www.zafafmagazine.com، واللي إن شاء الله خلال أسبوع راح تطلق. إنزين، وأذكر حبايبي بالأدب العام بالتعليق، ما تعليق، حاولوا تتجنبون الألفاظ السيئة، لأن هذا اللي راح أتكلم عنه اليوم، لأن في بعض الأسئلة في نقطة راح تطري فيها الحوار. إنزين، أذكر بالاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، عمل لايك ديسلايك، مشاركته مع الناس اللي تحبونهم وحتى اللي ما تحبونهم، تبون تغثونهم عادي بعثولهم تغشبر، لأن ما بيغث أحد أنا بصراحة، بس هذا جزء من الحياة. زين، في ناس تحبك، في ناس ما تحبك، في ناس ما بيقول تكرهك، بس مو لازم تحبك. زين، بالنسبة بس بوضح نقطة، بالنسبة للأشخاص اللي يوني على الانستغرام والفيسبوك أو سناب شات، حبايبي كلكم أحبكم، أعتذر من اللي ما قاعد عليه، بس في بعضهم بصراحة أشوفه الأولوية للناس اللي مسويت لي فولو واللي قاعد تتفاعل مع الحساب، لأن والله عندي يعني عيب أصور أوريكم كمية المسجات اللي قاعدتيني، بس أستغرب إنه ما قاعد يتفاعلون معاي باللايكات والتعليقات أو حتى فولو، فأنا أشوف ليش أنا أرد عليهم بالوقت اللي هم حتى مو مقدرين هالشيء، أو إنه مسوين فولو على الأقل أو يتفاعلون. فأنا راح أظل أرد على الكل، بس إن الفكرة الأولوية بصراحة للناس اللي متابعتني، هم اللي راح أرد عليهم أول. يعني قاعد أحاول أكون انعكاس لما في داخلهم. إنزين، وأكيد أنا أحترم وأحب بالكل. بخصوص حلقة اليوم، إنزين، التعليق الأول هو من حوتية لبنانية. صباح الخير، صباح النور، أنا دائما أرى أرقام متكررة دوما، ما بعرف معناتهم، وعلى فكرة أنا أحب رقم 13. أول شيء كل عام وأنت بخير، في حال أنك حوتية لبنانية معناته أنا أجسم أن أنت من برج الحوت، فكل عام وأنت بخير، هذا شهركم سواء كنت بآخر 2 أو بأول إلى منتصف 3. وبالنسبة للأرقام، شنو هي الأرقام اللي تشوفينها عادة تتكرر معاك؟ إنزين، وبخصوص وينك من زمان؟ إنزين، في عندي سوري يعني مسج، وانه مسج شغل يعني. انزين، تخيلوا اعلان. انزين، اللهم زيد وبارك. دارك انجل هذه الايجنسي قاعد تخاطبني الحين الساعه 10 الليل، احنا نشتغل 24 ساعه. دارك انجل، لاحظت رقم 13. اول شيء ويلكم باك يا دارك انجل، وينك من زمان؟ يعني صار لك فتره مو موجوده بالقناه الا اذا انت متابعتني من بعيد لبعيد. لاحظت ان رقم 13 في حياتي يحدث في كل شيء جميل ومبهر لي، وكلما يحصل ارى تاريخ ذلك اليوم هو 13، مما يجعلني احب رقم 13 وتفاعل به. مع ان اسمك دارك انجل، بس مو معناتها ان دارك انجل معناتها شيء سيء، هو يعني يعتبر ملاك الظلام او ملك الظلام، بس هذا شيء جميل، معناتها انت طاقتك يعني طاقتك نيتك صافيه او طاقتك جميله، تمام؟ يمكن الاسم هذا خذيتيه، يمكن كنت بفترة من عمرك حاسة في شعور
انغلاق او شيء، بس هذا يمكن الحين تطولتي واتمنى ذلك. ارحب فيك ومشتاق لك وايد، واتمنى اشوفك دائما بالتعليقات. لايك وقلب. انزين، عندنا بعد تالا 789، صباح الخير، صباح النور والحب والابتسامة والتبوس. شنو ما عندك اي رقم عادة يطلع لك يا تالا؟ انزين، وفي عندي الاميرة زينب، ما رأيك برقم 666؟ اوكي، رقم 666 هو عبارة، احنا جسم الانسان، انا قبل كاتب وانا صغير كنت حاط قاعدة، ومن هالقاعدة العمل على نفسي، فانا قلت العمل على نفسي هو جسد روح عقل. ليش؟ انا اقول ان الحين اقول لك كلامي هذا ردا على 666. رب العالمين اول ما خلقنا ما خلق الروح فينا، خلق الجسد وبث فيه الروح، وبعدين علم ادم الاسماء كلها. فاحنا انا فلسفتي ان جسد روح عقل. 666 تكوين هذا كله. العلماء لقوا ان 666 جسم الانسان يتكون من 6 الكترونات، 6 نيترونات و6 بروتونات اذا انا مش غلطان، عرفتوهم الموجب والسالب والنواه وهالاشياء. يعني اتذكر خذيت شيء بالمدرسه بس ما يعني ما كنت فاهمه، على كبر بديت شويه ابحث وهذا. فكل شيء احنا هذه معناتها 666 معناتها ان احنا قاعد نوظف طاقتنا بشكل خاطئ. انا قاعد اختصر، ما قاعد احلل الرقم 666 حاليا، بعطي اختصار تام. هذا تحذير ان الفكر السلبي قاعد شويه يطغى على الايجابي، او ان في اهمال للبدن او الركض وراء الماديات. ليش انا قلت جسد روح عقل؟ لان الركض وراء الماديات معناتها التعلق في الدنيا في شكل تام، وهذا شيء خاطئ. لازم يكون في توازن، الجسم، الصحة، الاهتمام في المشي، التنفس، أيضا الروح، الصلاة، تعبد، الإيمان، بعدين العقل، الفهم، الإدراك. بهالبساطة ما عندي شيء ثاني. 666 أشياء ثانية وشيطانية وهذا نخليها بحلقات قادمة، بس هذا بس مو معناته أن 666 رقم مجيد، الا ان انا قاعد اعطي ان الخلاصه. انزين، شنو بعد عندي؟ علي، هذا صباح الامل والتفاؤل، صباح الخير استاذ فهد، كيفك؟ ان شاء الله بخير. تحياتي لك والاهل الكويت الكرام. سميه من لبنان، تحياتي لك يا سميه والكل حبايبنا من لبنان. انزين، شنو بعد عندي؟ خلينا نسوي له لايك. اي لايك وقلب بعد، وراح احط عليكم تعليقات ان انا قاعد اصور الحلقه وارد عليكم. انزين، كينج مالك او ملك، ايش المطلوب الحين نسوي برقم 13؟ انت مش مطلوب منك تسوي شيء، بس في بعض الناس يطلع لهم الرقم هذا بشكل متكرر. اما اذا انت حاب انك تتعلم عن الرقم 13، ممكن تبحث بجوجل بالمراجع الانجليزيه او العربيه، تحاول تستكشف هالرقم. مو بالضروره تسوي فيه اي شيء اذا هو ما يطلع لك او ان انت مو مهتم، بس انا كنت بالحلقه هذه اللي انا ذكرتها قاعد افسر تكوين الرقم 13 بشكل عام، وهذا لايك وقلب. انزين، ايمان، ليش ما بدك تحكي عن تجربتك؟ احنا نحاول نفهم كل شيء بتحكيه، اذا كان الموضوع بيجرحك او سبب لك ضيق فانت حر. مو عفوا، اول شيء ارحب فيك ومشكور على هالمتابعه الجميله، يعني انا مستمتع ان انت من العصابه اللي انا اشوفها دائما. لا، هو شوفي، احيانا سوء توصيل المعلومه او عدم ايجاد الطريقه المناسبه لايصال المعلومه هذا يربكني. وايضا ما ابي اقول شيء يفهم بشكل خاطئ. وعادة انا ما اطلع اتكلم عن شيء الا، وبالذات امور حساسه جدا، الا لما اكون انا متشبع. حتى الابراج ما كنت اتكلم عنها، مع ان من وانا بدايه العشرينات كنت عندي هالتحليل، الا اني ما طلعت الا لما حسيت ان طاقتي اصبحت شبه مكتمله باني اطلع واتكلم. فاحيانا لعدم فتح مجال للفتنه او ما ادري من المتلقي فاتحفظ. انا في النهايه قاعد اتكلم في منبر عام، في اشخاص راح توصلهم الرساله، في اشخاص يمكن ما توصلهم الرساله، فالافضل اني اتحفظ. ومع الوقت كل انسان وطاقته وفهمه راح يوصل للمعلومه،
وان شاء الله مع الوقت يعني اتمنى تكونين متابعه دائمه وما انحل منك ومن تعليقاتك. وشكرا مره ثانيه. بعدين في عندي مون موج بن، مرحبا اخي فهد كيفك، بس باين عليك مهموم او على قلبك ثقل، الله يهدي بالك ويبعد الهموم عنك. انا صراحه طرحت عليك سؤال من زمان عن الارقام، انا احب رقم 1 و3 وهذول الارقام وايد حلوين، وشكرا على الدعاء، اتمنى لك الله يبعد عني وعنك الحزن والهم، بس ما طلعوا لي دائما اما رقم 9 او الرقم اللي فيه 9 اشوفه في كل مكان، يا ترى شو معناتها؟ اما رقم 13 عندي عادي ما بتشائم منه او بخاف. سبحان الله يا موق، ليش كل ما تسأليني سؤال على الأرقام أو يمكن سألتيني ما عندي هالطاقة إني أرد عليك؟ غريب، بس وعد مني إذا الله أحيانا إن شاء الله في الحلقة القادمة راح أخصص رد لك بإذن الله إذا ما نسيت، وبليز ذكريني، ارجعي لي بالفيديو هذا، حطي لي تعليق عشان أرجع أقرأه وأعلق لك. بعدين ممكن رقم 20 سبحان الله يا موق، ما ادري ما ابي ارد عليك الحين برقم 9، وعلى فكره رقم 9 كنت استخدمه انا لغرض وانا صغير، اعوذ بالله من الشيطان الا انه ان يحضرون، يمكن هم قاعدين معي الحين، بس كان يرمز رقم 9، هذا مو تفسير رقم 9 بس بالنسبه لي انا اقول ما ابي اتكلم، راح ارد لك، ما ابي ارد الحين. انزين ممكن رقم 20 باختصار، منو؟ لينا ملاك، يا هلا والله يا لينا ملاك. راح اسوي اول شيء لايك لموج بن، وراح اسوي لك لايك وقلب لان احس اني ما ابي اطول انا. رقم 20 2 طاقته عباره عن التوازن، الالهام، العلاقات العاطفيه، العلاقات بشكل عام. طاقته حلوة، ولكن أحيانا يكون رقم 20 سلاح ذو حدين، يا أن عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات بشأن العلاقة، يعني مثلا في حالة زواج يلا أروح أتزوج الحين، وبنفس الوقت أيضا يعكس اللي هو أن احتمال كبير أن ممكن ترتبطين أو يتم ارتباط، لأن هي طاقة الاثنين تكون عادة للتوازن وخلق التوازن والعلاقات والتفهم والتفاؤل وأشياء وايد حلوة. رقم 0 سبحان الله هو الرقم اللي انا اسميه الالفا والاوميجا، او الرقم هذا مو بس عندي، يعني هو بعلم الارقام الرقم 0 عاده انا هذا اشوفه، مع انه هو يعتبر فارغ الا انه هو ثقله يضيف، يعني مثلا لما اقول 1 قدامه 10 تضاعف، رقم 0 بالنسبه لي يكبر كل ما يسبقه، يعني 30 يضيف الصفر يصير 3000، سبحان الله. والصفر يرمز للإله والكون سبحان الله، اللي هو تناهي اللامتناهي، البداية والنهاية اللامتناهية، تمام. فهذا رد سريع وإن شاء الله بخصص حلقات كاملة. أبيكم تشوفون البرتاج بعد الفاصل اللي هو تكملة الأوسكارز، أعطوني رأيكم وأشوفكم إن شاء الله في نهاية الحلقة. ما أدري، أحس أن لازم أوقف. زين نشوف تكملة الحلقة، حتى البطارية طفت سبحان الله. واو، خلاص لما أحس بالشيء خلاص ماكو مجال. اوكي حبايبي، رجعنا لكم بالجزء الثالث من تقييمنا وتقييمي بل انت انصح التعبير حق الاوسكارز اسوء واجمل، وعلى الملابس ما قاعد احكم الشخصيات. زين خلينا نشوف منو هذه. بنالوبي كروز. منو هي بنالوبي كروز؟ شوفي اعتقد انا شفت هالفستان من الامام وعلقت عليه، اللولو كان غلط او في شيء كان غلط، صح؟ yeah there is like a reason. في شيء كان غلط. اي الصوره هذه مو حلوه اللي منقيت لي اياها، بس اتس اوكي. بس از ات جود از ات اوسكار؟ يبي له ايديت نيكست. اتس لايك اي هذا اللي بلاك شاينا. اي بلاك شاينا هذه انا سميتها البينت باتر او الفول السوداني، لان الفتحه لهني ومطلعه
يعني مسويه فول سوداني. اي دون نو اللبس حلو، اي لايك ات تو بي اونست. شي شنو سينجر رابر اي لايك عليها بصراحه، وايد حلو، وايد اليجنت، وايد فاضح، حلو البالانس فيه، تكون من انه مشلح او لا، البالانس بالديزاين حلو، انا حابه يعني خلاص زين اي لايك ات، لايك عليها هالستايل. يا نيكست شنو هانجري بيرد فاطمة شنو؟ الرماحي. منو هذه؟ مصممة مغنية؟ I think she might be a designer or something. أنا هذه اللي لابستها اليوم، إحنا ما في نمستها، بس بعيداً عن نمستها، النسخة السيئة من الشيخة موزة بصراحة، يعني I don't know كل هال مخمل ليش يما؟ انت ستارة الاوسكار، افتتاح الاوسكار مثلا او شنو بالضبط؟ She can't, it's purple. I don't know, it's too much. It's not bad. It's too heavy. لا, it's bad. It's not, شلون it's not good. اوكي الكلام حلو، حركة الايد هذه ما لها اي داعي. You know, قاعد اقول لك النسخة السيئة من الشيخة موزة. اوكي هذه I like the style، بس لو كنا قاعد نسوي حفلة لسيمون قبل التسعينات، اما سيمون المغنية تاكسي مشي وساكن منو هذي اصلا؟ زازي بيكس. ايه هذا حلو الدرس، از ات اوسكار؟ نو اتس لايك كوكتيل بارتي. وبعدين حلو بس الغلط اللينث، ستايل الشعر هذا الكوكتيل ايه، بس اللينث مال الفستان مش ضابط، يا انه يطلع فوق شوي يا انه ينزل تحت، كذي شكله غلط. حلو بس وايد تو ماتش، مو مطلعها يعني. اوكي في بعض النساء تحب تعرى، مو خادمها هني. شوفي شلون يعني تحسينه يعني اكسترا اكسترا لحم. لا بي كيرفول يا جماعه، لا تلقون بنفسكم. منو هذه؟ لا تقولون اسمها ما نبي. نكست. منو هذه؟ جينا ديفيدز. اي لايك وي اي ثينك وي لايك ذس. يس يا وي لايك ذس. اي لايك في مخابي يا عشان انت بتاخذ حبوبها صح صح او شيء. انزين اي لايك ات، الميك اب الشعر نوت باد. يا شي از لايك 50 سمثينج. ما شاء الله جد؟ يا اوكي لا حلو. اي هذه مو تونا احنا بالحلقه بالجزء الاول شفنا بوكي ورد اللي لابسه ابيض، هذا هني قاعد نشوف احنا الورده بس سوي عليها تصميم حلو yeah. بس ما حسوا مع بعض في شيء unbalanced. بس تدين the more I see the more I like it. yeah. بس احس وايد فاليوم من فوق وايد فاليوم من تحت. مو مساعد، مو مسوي بالانس، شغل نظيف. Maybe if this was shorter. لا شغل حلو، بس لو من تحت مو كذي التنوره، ولو من فوق إيه ممكن يكون، لو ممكن إيه يكون أقل مثلا، لو كذي كيب مقطوط بسيط مش كيبنا إحنا اللي شفناه. منو هذه؟ كاي تورينا بالفي. She's an actress. Nice but يعني safe. Next. Very safe, very dated. ما حلو بس مو ما في شيء جديد بالهذي. منو هذه؟ تمارا تمرون هاو. she's like a socialist. next. yeah I like it. بسيط simple. is it Oscar? it's too black. بس at least يعني هني صارت شنها الشيب الستاتوت اللي وراها مال الأوسكار على هالوقت. yeah. لا المفروض تحطينها ورا او I don't know سوي شيء عشان تصير فتت مع الستاتوت. This is too much. This is nothing right. لا الجنطة اللي فيها الدبابيس هذه، ولا الشيفون، ولا اللي الله أعلم. She looks like a drag caller's wife. She will bite you today. Don't. لا منو هذه أول شيء؟ Ariane Phillips. شوفوا القصة حلوة، بس الكلتش أو الجنطة هذه مو راكبة معاها. اللون وايد مو راكب. هذه her hair is black and there's no hairstyle. لا هي عفوا ما في مو هير بلاك، هي قايمه من النوم بس طلعت. وايضا الجناط مثل هذه ما تلبس بالاوسكار، تلبس بفاشن شوز، تلبس باوكيجنز معينه، رايحه حتى الدوام احس مو حلو. yeah of course. هي يعني رايحه في الاوسكار اخ لو انا شفتك. نيكست. روبن هود هذه اللي قلنا عنها ولا منو؟ ولا في بعد روبن هود؟ No, this is not Robin. This is the queen when Robin Hood was stealing.
probably. شنو اسمها؟ لوسي. لوسي بوينتون. She's an actress. Not bad. Not bad. بس وايد childish. Not bad. With a Chanel. I don't care. Next. Yeah, I like it. اوكي هني ما في وايد كرياتيفيتي بس حلو، الخامه حلوه والله. هذا مصمم عربي اللي ما يعرفه يدش الزفاف ماجازين دوت كوم يشوفه. اي لايك ات صراحه، اي لايك ات، برافو حلو. هذه اللي فيري دراماتيك اللي انا قلت عنها في المسرحيك. يعني هذه اي وود ديزاين سمثينج لايك ذس، دراماتيك نايس لايق على عمرها. حسيتها دلفين اول شيء، ذكرتني بكم كرداشيان لما حامل ولبسها في بلاك اند وايت. اوه يا دلفين نفس الشيء، مو فهد بوتيك نفسها تحسين. شو اسمها؟ اوليفيا، اوليفيا كولمان. اي لايك ات بصراحه. نوت باد. اوسكار مو اوسكار، نو اتس نايس اند اتس جود فور هير ايج. اي صح نايس. ولاحظتي كلمك ما مطول بردانية. نكست اتس وينتر. اي كاثي بيتس اي لايك ات بالنسبه لعمرها، نوت باد. At least she came up with a style. Not bad. إيه هذا اللي ما حبيت الحزام. Everything is nice. الشعر. I don't know about العقد بصراحة. It's الشوز is okay. From... إيه حلو حلو الستايل هذا. I like it. بس ما حبيت الحزام. الحزام بخليه 2 years ago. شنو اسمها هذي؟ Florence Pugh. She was nominated for Oscar. شنو تسويها؟ She's an actress. Next. اي هذه اللي رايحة على اسم مكسيكو، هذه غلطت على بالها رايحة. ليش؟ الخامة حلوة مبين، بس it's very simple to be Oscar, very boring to be Oscar. يعني هذه حتى هذه أكيد مثلا العروس تبيها أشبينة وغيرانة منها، لا تلبسين هذا ما تطلعين. في شيء غلط. شو اسمها؟ جوليا لوي دريفوس. فيرا وانج. فيرا وانج not good choice for the Oscar. شوفي الجنطة الكلاتش هذه ما يسمونها مو حلوة مع الدرس. الدرس is nice. I don't mind it. وأنا متأكد إن الصورة هذه مو حلوة. هذه روبن هود. اسمها؟ روبن روبرتس. هذه مذيعة صباح الخير أمريكا أو شيء كذي. صح؟ شوفي الإكسسوارات مو راكبة، ما أدري، مو مهم. Okay. That's another one. حل الدرس. It's okay. I like. هذه العروس اللي تبي تتزوج غصبا عن اهلها ورضت باي شيء، بس اتس نايس. الدرس وايد ناعم. شو اسمها؟ كريستين كافالاري. اي تحسينها ممكن باريس هيلتون تلبس هذا حق عرسها. نكست. هذه هم ديسك تايس وايف. شي جيف ام ويد صح؟ مو هي؟ سمون. اوكي منو هذه؟ لو بادجت اكترس. اوكي. لايق على عمرها. لايق على عمرها. Next. شوفي. I love the design. I would wear it. بس بشيل البرتقال اللي فوق بخليه على البنطلون. انزين. بس مش أوسكار. يعني هذه لما تيلتش وحدة من اليابان أو من somewhere اللي هذول الكوميكس وملعوب براسهم وتبي تتزوج. فراح تختار هاللبس. بما أن weddings عرفتي هذا المفروض تحطينه بالأول جزء weddings dresses. I found it. هذه مو المغنية المجنونة. Yeah. لا مو سيا. مو سيا اسمها، سيا مو مجنونة، سيا artist. في واحدة مجنونة. Yeah. Aurora. يمكن مو هي ترى، حرام بس أنا ما أحفظ. إيه. Dexter. إيه she thinks she's still in the 80s which I don't mind لأن في twist بس من اللي يعني توقيعي ناقص على البدلة. ما في احد موقع عليها. Yeah, she made them sign in the Oscar. هذه يمكن هنا. No, they signed it. My God. لا حلو حلو. I like that hair. I like تشبه سوسو اللي بارت سبيس. I like it. No, Fahad, it's not nice. لا I like it. بس أوسكار لا طبعاً. بس إنها رايحة مكان ثاني. Not Oscar. بس إيه لو إنها عروس بتخيل نفسها كذي. Next. هذا مو هي المعرس. I like it. I like it. هذه لما وحدة ما عندها ذوق تصير من كذا إلى كذا. Not bad. يعني تحسينها وايد الجسم هذا. لا not bad. شنو العقدة كنسي؟ العقد بلغري. باللون. لونه مبين. Yeah, it's green. حلو. I love it. I love the look. Basics. Simple. Olive green. حلو. At least يعني. Robin Hood. Mother.
اي هذه اللي انا قلت عنها روبن هود، بس شنو اللبس نوت فيتد، الكمام، الخامه يمكن مو مساعده يعني. هذه يو يا انت تروح للاوسكار تعالي خلي لبسك اي شيء لفوا عليها كذي وخيطوه هاند ميد، بس الباد هاند ميد مو الفتت هاند ميد. الشيء الحلو من فوق هي وجهها بس، اللبس ستايلينج حلو بس مو حلو الديزاين. معنا كشخه إليجنت حلو، انا لابس نفس اللون بس الفكره ان الفتت شويه مو مضبوط. نيكست منو هي اصلا؟ سيوني ويفر، شيز ا فيري فيموس اكتر. يمكن اعرفها، لا يكون اللي من اصول صربيه او شيء كذي. يا اي ثينك سو، يمكن تجنن اموت فيها. شيز فيري فاني، احد المفضل عاد يتجنن. هذه رمز للانوثه انها تطلع بشيء من فوق كذي. لا اي هذه قبضوا عليها بشقه شو اسمه دعاره ولحقوا وانت بالاوسكار شايبه كذي ولفوا عليها طلعوها على طول الاوسكار. من المصمم؟ كيم كاساس. منو هي؟ ايرون حرام حاول ينقذ الموقف. شوفي على فكره روعه الدريبنج روعه، بس المسكين ما له يعني يبي خلاص باقي خمس دقائق على الاوسكار لازم تطلع تصورين. حتى هي انه يعني كم طلعوا لي اصبر منو منو تشيلسي وينستر. هذا مو اسم نادي بيوكي تشيلسي ولا شنو اسمها هذولاك؟ تشيلسي. وهذه شنو اسمها؟ تشيلسي. بناء عليه وعلى اللبس اللي لابسته اي دونت ونت توك نيكست. اي هذه اللي من اصول هنديه اي لايك ات وايد حلو وايد حلو. يعني انا كنت اتابع الشو مالها شنو اسمه؟ مندي 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 اكل اي لايك ات حلو الدرس ناعم لايق على لايق على هالشيء الكلر حلو اخيرا مع انه وايد صيفي بس شي ذا اونلي ون هو وير يلو يلو اي مو يعني احترام البنود يحبون وايد الكلر بس مو بس شوفي الحلو فيه مو الاصفر الفاقع اللي مايل على شويه اي لان انت بالنهايه تبين وينتر انت لازم تهربين من الالوان الفاقعه. نيكست مان المان نخليها الحلقه القادمه ان شاء الله. لا تنسون تزورون www.zafafmagazine.com حق اسماء المصممين. اذا عجبكم شيء روحوا دوروا المصمم وكلموني انا تبون نصمم لكم شيء. اشوفكم ان شاء الله بالحلقه الجايه. اوكي اتمنى ان عجبتكم بالحلقة. اذكر حبايبي باللايك ديسلايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، متابعتي بمواقع التواصل الاجتماعي. مو بس تتابعون تعطوني سؤال، تابعوا تفاعلوا معي، ابي تعليقاتكم. انزين وما ابي اطول اكثر، اتمنى عجبتكم الحلقة، اتركوا لي تعليقكم تحت. والى ان القاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة اترككم في امان الله، تصبحون على خير واتمنى لكم يوم سعيد. الى اللقاء.